أهلا وسهلا بكل مشاهدي منصة كوليس مع حلقة جديدة من برنامج ألو ليما. ألو ليما ألو عبد الله، ليما، بداية بدنا نحكي عن دخول أغنية نانسي عجرم أو حصول أغنية نانسي عجرم يطبطب على المرتبة الثانية بمقال نشر بمجلة رولينج ستون العالمية، وبعد ما تم اختيار هذه الأغنية لنانسي عجرم شفنا اعتراض من بعض جمهور نوال الزغبي اللي اتهم الصحافي اللي كتب الخبر على أنه منحاز واختار لائحة الأغاني أو ترتيب الأغنيات اللي هن الأهم بالبوب، يعني بالبوب ميوزك اندستري بالعالم العربي، أنه اختار هيدا الصحافي اللائحة حسب أهوائه الشخصية حسب ميوله الفنية الخاصة، ما اعتمد على أرقام وإحصائيات بتسمح له انه يصنف هذه الاسماء. وشفنا فعليا معركة الكترونية، تم زج اسم كوليس ماجازين صفحاتنا فيها، اخذنا القرار انه نبتعد نطلع من هيدي النقاشات، وكان لك موقف واضح من بعد ما اجتمعنا كفريق اسر التحرير. كيف شفتي هيدا الخلاف وشو موقفنا حقيقة لما نشوف جمهورين عم بيعلقوا مع بعض تجاه قضية مشابهة او العكس؟ هلا النجاح بالنسبة لكل مغني بيختلف عن الآخر، نعم كل واحد عنده نجاحات بطريقة معينة وبأسلوب معين. رولينج ستون ما بنقدر نطلع ادعاءات غلط ضد هيدي المجلة. هيدي المجلة أمريكية تصدر كل تقريبا 15 يوم من كل شهر، يعني كل نص شهر بتكون بتصدر هيدي، نعم بتغطي الأخبار كلها اللي متعلقة بالموسيقى. هيدي منا مجلة هلأ جديدة صدرت، أوكي، هيدي صار لها من سنة 67، ودائما اختياراتها بتكون اختيارات صحيحة، يعني ما بيكون فيها لا تزوير ولا كذب ولا بطريقة عشوائية أبدا. طبعا الليستة أنا شفتها من شوي وشفت الأغاني اللي هي 50 غنية اللي موجودة، ومن بيناتهم غنية يا طبطب اللي نعم أخذت المرتبة الثانية، تملي معاك اللي هو تامر، شو اسمه، تملي معاك، لعمرو دياب. ساعدني، عمرو عمرو دياب دياب أخذت المركز الأول. نعم فنانسي ليش أخذت المرتبة الثانية؟ ليش أخذت المرتبة الثانية؟ سهل كتير، خلينا نروح نشوف أرشيف هالإنسانة هذه ليش أخذت المرتبة الثانية. أول شيء بشو بتتميز نانسي؟ طبعاً نوال الزغبي عندها جمهورة، نجمة عندها ذهبية كبيرة. أدواتها الخاصة، عندها نجاحها، عندها كل شيء. كل بس التحية خليني لها. أروح لنانسي. ايه نانسي عندها قدرة على إنه تجذب الجمهور بطريقة عالية جداً. حتى هي ما بتجذب بس العرب، بتلاقيهم بينجذبوا من مختلف الثقافات واللغات من حوالين العالم. أنا شفت عدة مرات من الهند عم صح، بيقلدوها على بالغنى، غنية يا من طبطب. أمريكا عم بيقلدوها بالغنى، معناتها العالم عم تستقطب العالم بسبب أسلوبها طريقتها. طب جودة الأداء، هي حتى لو طلعتها بأي وقت نعم بتقلها يلا غني، بتلاقيها اسم الله عليها كلها حياته عم بتغني بطريقة بتجذب العالم كله. طبعا الجولات الغنائية العالمية اللي عملتها، الجوائز العالمية اللي حازت عليها، الانتشار الإعلامي المستمر، التعاون مع المنتجين مش بس اللوكل اللي موجودين المحليين اللي بالوطن العربي، لا طلعت لبرا وعم تتعاون مع منتجين برا. كل الأمور هيدي، ما ننسى الحضور الرقمي. شو يعني؟ يعني قديه أعداد المشاهدات العالية والمتابعات العالية يلي عم بتحققها على المنصات مثل اليوتيوب، السبوتيفاي والإنستغرام وغيرها. كل هالمعايير اللي بتملكها نانسي بتعطيها الأهلية إنه تكون عالمية، نعم ومش تحوز على المركز الثاني بل تحوز على المركز الأول كمان. فما له داعي كل هالصراعات اللي بتصير. حطوا قدامكم شو هي العناصر
وشو هي الأسباب الأساسية اللي خلت نانسي توصل للمركز الثاني، وليش حازت على المركز الثاني؟ لا تحديدا ما بدي ليه؟ أعمل مقارنة، وخلينا نشوف نوال الزغبي. نوال الزغبي رائعة وعندها أسلوبها وعندها طريقتها وعندها طرحها، طبعا بس لما هي بقول عالمية رح أقول نانسي. لا بس الست نوال كمان باستفتاءات وبمجلات تانية كمان لها أبعاد عالمية، أخذت مراتب متقدمة يعني. فبالتالي اليوم نحن عم نحكي عن رولينج ستون بغير ميادين وبغير فئات، ربما نوال هي الأولى. فبالتالي اليوم كمان نوال الزغبي النقلة النوعية والمسار الفني العظيم اللي عملته أول ما بلشت ما حدا قدر يعمله. فبالتالي لما هو كانت نوال موجودة بالتسعينات ما كان في حدا يعني باللون اللي هي عم بتقدمه. نانسي عملت طفرة كمان لما بدأت. فمثل ما قلت نيما، المقارنة لا تجوز لأنه كل وحدة كان إلها مسارها وإلها هويتها وإلها لونها وإلها صوتها وإلها أعمالها المختلفة. ليما يعني كل وحدة إلها أدواتها، يعني نانسي عجرم إلها أدواتها مثل ما قلت لك، ونانسي أو نوال إلها أدواتها. والمفارقة هون أو اللي بدنا نحكيه إنه مجلة مثل رولينج ستون لما بدها تنزل هيك مقال، مش بإيد الصحافة إنه ينزل مقال لحاله، يعني أكيد في إدارة تحرير، أكيد في إشراف. يعني لا نعتبر إنه هذا الصحافي حسب أهوائه الخاصة. طيب ما في متابعة برأيك؟ يعني اليوم نحن بكوليس اللي نحن عنا صدى عربي مش عالمي حاليا، المقال اللي بيكتبه أي محرر بمر علينا كلنا، مش انه عم نغير باسلوبه بس لنتاكد من المعلومات المحطوطه بالمقال، فما بالك بالرولينج ستون. مظبوط. هلا نحن خلينا نسأل السؤال، ليش نانسي؟ رح ارجع اقول لك، لانه نانسي عندها مزيج من الموسيقى العربية التقليدية وبتدخل مع الموسيقى العصرية. هيدا الخلط اذا بتلاحظ عمرو دياب عنده هاللون، هيدا اللون بيجذب كتير الاجانب، بيجذبهم، فبلاقوا في مزيج حلو كتير. نوال عندها ايه، بس بحس عند نانسي بيغلب هيدا اللون. يمكن القاعدة الجماهيرية واسعة اكتر بالعالم الغربي لنانسي اكثر من نوال. بس كمان نوال يمكن. اللي نعم عملته ليما ببداياتها ما حدا عمله. يعني اذا بدي انا اشوف انطلاقة نوال الزغبي والحالة الفنية المختلفة اللي عملتها ما حدا عملها يعني من بين الفنانات، لنكون منصفين يعني، لنكون قادرين هي نقول كانت نعم ايه، لنكون قادرين نقول انه في حدا بدأ بلون البوب اللي هو المعروف، الموسيقى البوب كانت نوال، لكن نانسي عطيتها رونق بقى مميز ومختلف. ونانسي راحت عملتها للعالمية مزيج، لأنه بحس ايه نعم تفضل، لأنه نانسي كمان يعني توجه المستمعين لها هن من يعني من فئات عمرية ربما أصغر من الفئات العمرية اللي واكبوا نوال الزغبي. عم نحكي بسنوات، يعني إنه نوال جيل التسعينات غير جيل الألفية الثالثة أو بداية الألفين اللي هي جيل نانسي عجرم، الجيل اللي تابع ظهور نانسي وإليسا وهيفا. يعني نوال هي من جيل نجوى كرم أعتقد، هي قبلهم بشوي طلعت. عبد الله. في كمان سبب جوهري لازم تعرفه كمان، انه بداياتها لنانسي عجرم هي بلشت بسن كتير صغيرة، اللي عمرها 11 سنة، وأدت أداء رائع ببرنامج اسمه نجوم المستقبل، وأخذت فعلا اللي هي الميدالية الذهبية، ومن وراها ما عدنا شفناها لسنة 98 لما بلشت تعمل ألبوماتها هو النجاح وبلشت تنجح. الفعلي بأخص مك النجاح الفعلي 2000 وكيف النجاح الفعلي كان بيا سلام كمان ب 2003، بتذكر هالغنية كتير قبل منيح أنا، أخصمك ولقيتها كانت جذابة كتير، وبعدين بلشت بقهوة نص، وبعدين يا طبطب وكمل ودلع وكمل هي وهالكلام الحلو بالمناسبة. هيدا. وعلى فكرة عندها شغلة كتير حلوة وذكية نانسي بتعملها بألبومها يا طبطب ودلع. الألبوم هيدا صورت 5 كليبات،
وانا اللي بيجذبني كثير الطابع الانساني، بمعنى انا المغني او الممثل يلي بياخذ شيء انساني بحس قد ايه هالممثل عنده انسانيه عاليه كثير. اثناء الخمس كليبات اخذت كليب واحد اذا بتتذكر اللي هو احساس جديد او احساس جديد، سوري ما بعرف ليه قلتها بالمصري، احساس جديد اللي صورت مع واحد ما بيحكي ناقد للكلام صح ناطق اوكي اللي هي احتياجات الخاصة، فدخلت واحد من الاحتياجات الخاصة، هيدا شيء انساني ورائع جدا. وفي كتير نجاحات حققتها نانسي واكيد نوال كمان، بس اذا بدنا نعد الاشياء اللي عملتها نانسي لانه مسيرتها كانت منذ الطفولة، هيدا اللي بدي اقوله، الى ظروفها الى وضعها. يعني انا بدي اشوف نوال الزغبي، يعني الظروف ما كانت كتير بتساعدها قد ما كانت ظروف نانسي عجرم وبابا بتساعدها. يعني نانسي توفقت برجل ساعدها وقف معها دعمها، مدير أعمال ناجح جدا، ما عم بقول هي ما عندها قدرات، هي قدراتها رائعة، بس الظروف اللي حواليها كانت مساعدة أكثر من ظروف نوال اللي حاولت عرقلت مسيرتها الفنية، وقوتها هي اللي خلتها تكمل بهيدي البراعة وبهيدا الذهب، بهالة الذهب، فعلا هي نجمة ذهبية. بعدين أنا بدي أقول نقطة صغيرة يا عبد الله، أنا لاحظت بمجتمعاتنا العربية لما أي شخص بينجح وبيوصل لمركز معين ببلشوا الأشخاص اللي مع شخص تاني بحاولوا يكسروا هيدا الشخص ليطلعوا الشخص التاني، هيدي مش مزبوطة. لازم نفهم إنه النجاح نجاح لهيدا الشخص، لازم نقول له مبروك ونحاول نقول له للشخص الثاني المرة الثانية أنت رح تحوز، اشتغل أكثر على حالك ورح توصل لمكان أفضل. أما المقارنات والضرب هيدا يلي بينزل وبيكسل، على فكرة أنتوا لما عم تعملوا هيك عم بتضايقوا نوال كمان، مش عم بتضايقوا نانسي مش عم تتضايق، عم بتضايقوا نوال أكثر، عم بتحس سوى انه هي فشلت. لا هي ما فشلت، هي ناجحه بس اسلوبكم وطريقتكم الخطا، انتم اللي عم بتحسسوا انه في شيء فشل هون. لا هو مش فشل، هو مش كل واحد بياخذ مركز اول وثاني يعني خلص نجح والباقيين كلهم ساقطين. اتخلصوا من الافكار المريضه وعيشوا صح واحترموا اللي بينجح وشجعوا يلي ما بعد ما اخذ مركز اول وثاني. نعم. شجعوا. نعم. هلا انا عم جرب اقرا كم تغريده، بس بدي اقول لك انه نوال ونانسي كتير بحبوا بعض، يعني على المستوى الانساني نانسي لطالما ابدت اعجابها بلون نوال، ومرة قالت انه هي كانت معجبة بنوال قبل ما تنطلق وتحقق هيدا النجاح الكبير، ونوال كمان دايما بتشيد بنانسي عجرم وكانت تبارك لها على اعمال، فبالتالي العلاقة الانسانية جميلة جدا بيناتهم، ما في داعي لهيدا المعايركات بين الجمهور. وبدي اضيف نقطة انه نوال بدايتها كانت ملهمة لكل اللي على الساحة الفنية، فهي كانت ستار للكل والكل بده يصير مثلها وبده يوصلها. هيدا ما بيعني انه هلأ قل مستواها، لا ابدا، نحن كل ما بيتقدم فينا العمر كل ما بتطلع ناس جديدة وبتكمل الحياة، ما في شيء بيبقى مثل ما هو، كلياتنا بنتغير وكلياتنا لازم نحافظ على مستوانا، وقد ما حافظنا على مستوانا رح يجي ناس جديد بأفكار جديدة وبطرق جديدة، ما تحسوا انه هن افضل منكم، لا، ادواتهم بتختلف عن ادواتكم. بس بحب ضيف شيء تاني بالنسبة لنانسي، ما تنسوا انه نانسي كمان هي سفيرة تيفاني اند كو، ف مجرد انه تكون سفيرة لتيفاني هيدا شيء رائع. تخيلوا انه بفتكر ما بعرف كان امتى من التاريخ بابريل عبد الله لما عملت حفله تيفاني وضم كثير مشاهير ببيفرلي ستيت بكاليفورنيا، وكانت موجوده نانسي
وكانت لابسة عقد من يومها. ما يقارب سعره 20 مليون دولار. صحيح. وبهيدا الحفل كانت فعلا نانسي المضوية والمبينة. دايما. فأنا اللي بدي أوصل إنه خلينا نفرح لما نشوف نحن نانسي أو نوال أو أليسا أو أي مغني، أو نوال الكويتية أو أي مغني بالساحة العربية موجود وعم بيمثل عم بيمثلنا نحن العرب بأماكن عالمية، فخلينا نفرح لهم. طبعا. ونانسي كانت جوهرة متلألئة، يعني هي أغلى من العقد، هي العقد، هي الجوهرة مش العقد اللي حطته من تيفاني، هي الجوهرة. طبعا طبعا هي أكيد. الألماسي. وهي مرة قالتها ردا على أحلام بممازحة كانت بيناتهم بمؤتمر صحافي بأرب آيدل، لما قالت إنه أنا جوزي بيشوفني أنا الألماسي مش اللي بحطه على رقبتي، وهي فعليا نحن بنشوفها هي الألماسي بالفن مش اللي بتحطه على رقبتها. وبعتقد هيدا إنجاز لبناني عربي، لأنه أنت دايما بتحب تحكي بالجغرافيا العربية، هيدا بالجغرافيا العربية إنجاز فنانة عربية تكون موجودة بهيك مناسبة عالمية وعن استحقاق. لأنه أوقات منلاقي في نجوم بمهرجانات عالمية منقول شو جابون هودي، شو عم بيعملوا، عرفتي كيف؟ بس نانسي منقول بليق فيها هيدا المكان. مظبوط، صحيح. يعني أنا بتمنى أنه من الجمهور كله يشجع نانسي ويشجع نوال، وما يعمل هيدي أنه لازم هي تطلع وهيدي تطلع، لا، كلياتهم موجودين وكلياتهم نحن منحبهم. في ناس بتاخد مراكز ومرات ما بحالف الحظ الشخص الثاني، بس بالأوقات الجاية إن شاء الله بحالف الحظ وبتاخد المركز الأول كمان. لا، وهي فكرة انه حتى اوقات بيصير في مشاكل على اللقب، يعني لقب ملكة البوب العربي، انه نانسي جمهورها بده اياها هي تكون الملكة، ونوال جمهورها بده اياها هي الملكة. الالقاب لا تساوي شيئا امام نجومية الفنان. اذا كان الفنان نجم فاسمه بيكفي، اسمه هو اللقب. يعني بعتقد لما اقول نانسي عجرم اسمها اكبر لقب، ولما اقول نوال الزغبي اسمها اكبر لقب. بتوافقين الرأي ليما؟ يعني الخناقات طبعا او على الالقاب، يعني ليه اللقب؟ يعني شو بيقدم اللقب للفنان؟ صحيح، كلامك مظبوط، طيب صحيح. نحن بنوجه تحياتنا للنجمة، بدنا نرجع نقول لقب بس بيلبق للنجمة الذهبية نوال الزغبي وملكة البوب والأميرة، أميرة الفرح نحن سميناها نانسي عجرم، ولكل محبينهم. وفعلا مثل ما قلتي، نجاح أي فنانة لا يلغي نجاح الفنانة الأخرى. أبدا أبدا. نوال موجودة بقلوبنا وموجودة على طول على الساحة، حركاتها، أسلوبها، كل شيء فيها حلو بيجذبنا. هي كانت الستار بالساحة بداية، أول ما بلشت كانت العالم كلها تتطلع عليها وما زالت تتطلع عليها. بس مثل ما بقول نوال، لك بكل يوم نحن بنتغير، وكل يوم بيجي ناس جداد ومش رح ياخذوا مكاننا، كل واحد له مكانه. طبعا. بس بصير تغييرات، ونحن لازم نقبل الاشياء اللي عم تتغير ونحترم ونحب بعض كلياتنا. هيدي للجمهور. طبعا. انا عم بحكي. طبعا. ليما، رح انتقل معك لظهور الممثله السوريه سلافه معمار مع الاعلامي محمد قيس على منصه المشهد، وكان لقاء عفوي صادق جميل جدا أثار إعجاب المشاهدين، ولمرة كتير، يعني لمرة ما بدي أقول نادرة، بس لمرة كتير حسينا سلافة كتير حقيقية، كتير مرتاحة باللقاء. ونادرة ما نلاقي هيك، رح أحكي عن كل البرامج، نادرة ما نلاقي في نجم بيبقى في مذيع أمامه بيريحه بالسؤال، بيطلع أفضل ما عنده، بيطلع الإجابة منه بدون ما يستفزه. وهي النوعية من البرامج اللي نحن بنحبذها. تحية للإعلام محمد قيس على هدوءه وعلى رزانته، وكيف قدر يحاور سلافة ويطلع منها كل هيدي المعلومات. بدي أسألك إذا تابعت الحلقة وشو رأيك فيها؟ أنا تابعت الحلقة مش كلها، بس تابعت مقتطفات منها.
مثل ما قلت بالضبط، طريقة المذيع كانت ممتازة لأنه عم بحاورها بأسلوب ودي جدا، وهي عم تحكي كل اللي بقلبها. أنا حسيته مش مذيع، حسيته طبيب نفسي كأنه، وعم بحاول ياخد منها المعلومات بكل سلاسة وبكل أسلوب راقي، وهي عم تعطيه المعلومات وعم تحكي بخصوصياتها بحياتها من كثرة مرتاح له. فأنا بدي حيي وأقول له أنت طبيب نفسي أكثر من أنه مذيع، فبرافو. وياريت أغلب الإعلاميين والمذيعين يتبعوا هذا الأسلوب الراقي الحلو اللي ما بيستفزوا الشخص اللي قدامهم أو الفنان اللي قدامهم. الحلقة كانت شيقة وحلوة، فيها كتير أسئلة حلوة وإجابات رائعة جدا، بينت شخصيتها. كيف لقيتها أنت عبد الله؟ أنا دايما بشوفها فنانة مثقفة، دايما بشوفها فنانة عندها مستوى عالي من الوعي، فنانة فهمانة مهنتها، فهمانة مين عم بتخاطب وشو بدها تقدم، فنانة بتنقد حالها. يعني شفناها عم تنتقد مساحة دورة بمسلسل ولاد بديعة، شفناها عم تنتقد شغلها، شفناها عم تقرأ تعليقات بعض المنتقدين على ظهورها بمسلسل الخائن بدور أسيل. شفت فنانة مثقفة مرتاحة مثل ما قلنا بسبب محمد هي فوزي. متصالحة مع نفسها. دايما الشخص لما يكون متصالح مع نفسه ما بهمه ولا شيء، لا تعليقات سلبية، بينقد نفسه، ما بهمه شو بينقال عنه، بحاول يطور حاله. هيدي الصورة الإيجابية الصح للفنان. بتمنى إنه الفنانين ياخدوا هيدي شو بدي أقول عنها، الصفة الحلوة اللي هي أنا متصالحة مع نفسي وبتقبل النقد وبتقبل كل شيء بينقال، وبحاول رد بطريقة حلوة وراقية. مش ضروري الفنان دايما يرد إذا كان في شيء مستفز. تجي نعمل هيك جولة سريعة على أهم المعلومات أو أهم التصريحات اللي أطلقتها بهيدي المقابلة. يلا يلا، معك أنا. أولا لما حكيت على بنت ذهب من طليقة المخرج سيف الدين سباعي، قالت إنه بنتها مثل هيدا الجيل الحالي، مثل يعني مثل الفئات العمرية الموجودة، بنت عمرها 17 سنة بعتقد، انه بتوقف على المراية بتصير بتنتقد شكلها، بتجي سلافة بتقلها انت هبلة، هيك وصفت انه انت كتير حلوة، ليه عم تطلعي وتقولي انا مش كاملة. حكيت سلافة عن علاقتها ببنتها بشكل واضح اكتر، بشكل فيه تصالح مع النفس، لما قالت انه هي بتحس بالذنب لما بتسافر، لما سافرت صورت الخائن بتركيا لمدة 9 اشهر، ما كنت قادرة او ما كانت قادرة تشوف بنتها، شفتها مرة أو مرتين بعتقد، بتحكي إنه كيف بتنضغط بالتصوير، لما بتكون عم بتصور تليفونها بيكون بعيد عنها، ما بتقدر ترد على بنتها، بنتها أوقات بتقلها إنه أنا ما عم بحضر أعمالك، يعني بتروح صوب اهتمامات إلى علاقة بالسينما العالمية أو أفلام هوليوود. طيب لما بتحكي عن بنتها بهذه الطريقة، كيف أنت بتشوف الموضوع؟ أول شيء يعني هون أنا حسيت إنه فعلا داخلها زعلانة، زعلانة إنه بنتها مش راضية عن نفسها، بنتها مش راضية عن نفسها بالرغم إنها بنتها جميلة كتير، مش راضية على نفسها. مش بس بنتها، أغلب البنات اللي بالجيل الحالي هلأ عم بتصير مثل نوع من المقارنة بين اللي عم بيشوفوه بالسوشيال ميديا اللي هو كله فلتر وتجميل وميك اب، وعم بحاولوا يقارنوا حالهم بالبنات والنساء اللي عم بيشوفوهم، نعم فعم بيشوفوا حالهم مش حلوين ومش مناح وفيهم كتير مشاكل، فهيدا عم يخلق كتير مشاكل عنا. بأمريكا وبإنجلترا بحاولوا يعالجوا الأمور هيدي، وبيفهموا دائما البنات إنه في فلترز وفي بيظبطوا لهم جسمهم، هيدا مش حقيقي. انت يعني بخلوهم يفهموا الأشياء اللي عم بتشوفوها انتم بالسوشيال ميديا هي مش حقيقية. نحن عنا بالمدارس لا،
بعززوا فكرة إنه شوفوا البنات اللي بالسوشيال ميديا شو حلوين وشوفوا نحنا، شوفوا ما أجملهم وشوفوا نحنا كيف أشكالنا، فدايما بيقللوا من قيمة جمال البنت وبيكبروا من الأشياء اللي هي بعيدة ومن وراء الشاشة. هيدي المشكلة. الشيء الثاني اللي طرحته اللي هي الفراق اللي بيصير بسبب الشغل، أنا رح أقلها إنه فعلا هيدا رح يولد مشاكل كتير كبيرة لبنتك، لأنه هيدا البعد بيأثر نفسيا، ومع الوقت رح تكتشف هالمشاكل النفسية اللي رح تتعرض للبنت. هيدا طبيعي جدا، بس يا ريت نقدر نعالجه نحن بطريقه، مع انه كثير صعب. سلافة ليما بهالحاله، يعني سلافه مضطره تشتغل طول الوقت، شو بتعمل لتضل انه ما فيها بدها تبعد عن بنتها؟ ايه، بس الكونتاكت تبع الفاميلي كتير مهم، يعني او انها تخليها مع حدا من قرايبينا يكون بيشبهها كتير لسلافة، وتحس انه هي فعلا مندمجة معها كأنها امها. يعني هيدي العلاقة كتير مهمة، البنت مع امها او البنت مع انسانة بتشبه امها كتير وتكون معها، لانه هيدا الجيل جيل خطر جدا وعم يتعرض لكتير صدمات وأشياء جديدة وصعبة إنه يتقبلها يفهمها يتكيف معها بدون مساعدة شخص فاهم وكبير وواعي. فهيدا النصيحة اللي أنا بعطيها إياها، ضروري بنتها يكون معها شخص يكون قريب منها ويفهمها ويحكي معها، لأنه هاي المسافة خطرة. طيب ليما، لما حكيت سلافة عن دور أسيل بمسلسل الخائن وقالت بوضوح أنه أول ما عرفوا الناس أنها حتلعب مسلسل معرب عن نسخة تركية تلقت كتير انتقادات، وقالت لما حضروا المسلسل اتعلقوا فيه وشافوه للآخر، وقالت أنه الفريق التركي المشرف على التصوير كان عم بيفرض عليها وعلى بقية الممثلين التقيد ببعض التعليمات، مثلا حركة الشعر اللي كانت تعملها أسيل هي ذات حركة الشعر اللي عملتها الممثل التركي جانسو داري لما لعبت دور آسيا بمسلسل الخائن. قالت أنه ما قدرت تتحاور مع فريق العمل لأنه ما كانت تعمل هيدا الحركة، ورجعت بالأخير عملتها. قالت أنه هيدا فورمات عالمي بده يتقيد فيه الممثل بتعابير ولغة الجسد، بس اللي بيفرق فعليا هو مشاعر الممثل. يعني قالت أنه مشاعر سلافة كانت مختلفة عن مشاعر جانسو. ليما، أنت حضرتي شوي من العمل التركي وحضرتي شوي من العمل العربي، حسيتي فعلا أنه في تطابق بأداء الشخصيتين، أو سلافة كان معها حق لما قالت أنه مشاعرها مختلفة عن مشاعر جانسو؟ أنا بفتكر قلت لك هيدا الكلام، ودايما بكرر لك وبقول لك المسلسلات المعربة هي عبارة عن اقتباس. لما أنت بدك تقتبس الشيء ما رح تقدر تبدع فيه. سلافة مبدعة، ولما هني عم يفرضوا علي الشيء هون عم يخنقوها، هي ما بتقدر تتحمل الخنق هيدا لأنه إنسانة مبدعة. ودايما بكرر لك كلمة، أنت لما بتنقل انت لن تبدع، لانه انت عم تاخذ فكره وعم بتطبقها، ما عم تعمل ولا شيء، ما عم بتضيف ولا شيء. الاهمال المعربه انا مش من روادهم، ولا بحب انه ياخذوا صدى كبير عنا. انا بحب يكون عربي بثقافه شوي تكون مختلفه، نحاول نغير شوي، بس ما تكون معربه و100% مقتبسه. هون كتير صعب، يعني تخيل حتى حركه الشعر عم بيقولوا لها اعمليها هيك، يا اخي انا ما بحب اعمل هيك، بحب اعمل هيك، انا متعوده. فلا، انت عم تجبرني على حركه معينه، يعني انا بدي احييها، بدي اقول لها برافو عليك لانه انت مبدعه، بس بالرغم من ابداعك قدرتي تعملي عمل مقتبس لا يمكن انك تبدعي فيه، بس عملتي برافو. طيب انت شفتي سلافة عملت شيء مختلف عن جانسو؟ يعني لما حضرتي جانسو تحديدا بالمشهد الاول لما كانت رايحة عند اهل تيا اسيل وعم تعترف قدام اهلها انه جوزي عم بيخونني مع بنتكم،
حضرت المشهد التركي والمشهد العربي، شفته اي مقتبس مية اختلافة بالمية بس أنا مشاعرها أكون زي صريحة مشاعر معك، جان أنا سوكيري. كمشاهد شو اي شفت؟ أنا شفت التركية عملته بإتقان جدا لأنه جزء من ثقافتها وجزء من حياتها. سلافة عملته مبدعة لأنها مبدعة عملته، بس ما حسيت بالمشاعر اللي حسيتها مع التركية لأنه جزء من ثقافتها. الثقافة بتلعب دور كتير كبير. جيبها للتركية نفسها جانسو، خليها تجي تمثل دور عربي، راح تشوفها لن تتقن الدور مثل ما راح تتقن سلافة أو غير سلافة. فالاقتباس صعب جدا، صعب صعب، لأنه أنت عم تاخد كوبي بيست كوبي بيست، عرفت؟ فأنت لازم تنقل المشاعر، الحركات، كل شيء لازم تنقله. قد ايه صعب الاقتباس؟ ليش بقول لك لما انت عم بتمثل بطبيعتك بتكون مبدع اكثر؟ لانه حركه ايدك على راحتك، حركاتك كلها على راحتك راح تكون، انت اللي عم بتحاول تعمل الدور، تخلق الدور، تعمل الدور حلو، انت مش مقيد، انت مش مربط. فاولاد بديعه حسيت قد ايه كانت مبدعه فيه. حسيت قد ايه هي فعلا، هي شخصيتها، قوتها، نظراتها، مشيتها، كل شيء هي، صح ولا لا؟ بس ليما الناس حبوا أسيل أكتر من سكر، رح تستغربي، رح أقول لك لان بجوجل مدورين على أسيل أكتر ما يدوروا على سكر. لانه القصه نفسها جذابه، القصه نفسها حلوه، مقتبسه من تركيه ومعروفة، والقصة فيها كتير أحداث خيانة، وفيها قصص بيعيشها الإنسان يمكن كل يوم، وكيف عم يتعامل معه. فيمكن القصة نفسها هي اللي جذبت أكتر، بس كأداء دور، كأداء دور وين كانت مبدعة أكتر؟ طبعا أولاد بديعة، ما خلت ما شاء الله ما دور ما عملته، وعملته بإتقان، وعملته هلا انا حبيتها باثنين، بحرفية. يعني بتعرفي الدورين ما بيشبهوا بعض ابدا، لا اسيل ولا، والفكره انه كيف أسيل لعبتهم ورا مقتبس، بعض، مقتبس. لا لعبتهم ورا بعض، يعني طلعت من شخصيه اسيل الدكتوره الرزينه اللي من طبقه مرتفعه راحت على دور سكر، عرفتي؟ يعني ما في اي اوجه تقارب او تشابه بين الشخصيتين، هيدا بدل على انها مبدعه مثل ما قلتي. ليما حانتقل معك لغنية رحمة رياض ونصيف زيتون، ما في ليل، اللي يبدو انها هيت الموسم، يعني اكثر من 11 مليون على يوتيوب، كل مواقع التواصل الاجتماعي ما في ليل اخد ترند، العمل فايت ترند بالاوطان العربية، متصدر الاحصائيات، ولا شك انه من الاعمال الناجحة جدا لدى الاجيال الشابة، والدليل انه عم نسمع هذه الاغنية بالسيارات بالشوارع، انا بلبنان، انت بالكويت، غيرنا بعدة دول عربية. شو سبب نجاح هذا العمل برأيك؟ أول شيء أنا بشوف إنه الثنائي نفسهم كيف عم يطرحوا، كيف عم يشكوا، كيف زعلانين، بالرغم من إنه اللهجات كان فيها اختلاف، بس كان في كيمياء حلوة بيناتهم، كان في شيء بين الاثنين بيجذب، بالرغم من إنه الطاولة كان مسافة بعيدة بين بعض، بس كنا حاسينهم قراب من بعض. التعاون اللي صار بيناتهم تعاون بالنسبة لإلنا مش يعني ما بنشوفه دايما، اللهجة ما بنسمعها دايما، اللهجة البيضاء، الإضاءة اللي كانت موجودة، النظرات، في كتير أشياء، وكانوا عم يحكوا ما في ليل، وبتلاقي الإضاءة كيف عم بيعملوها وكيف عم بتقرب الوجوه على بعض. فطريقة التصوير كانت جذابة، الكلمات كانت توصل للقلب، فيها كتير حزن، فيها كتير، فيها فراق، فيها عتاب، فيها كتير أشياء بتحرك مشاعرك من جوا. واثنين كاريزماتيك، واثنين شباب، وعندهم أداء حلو حقيقي، حسينا بأنه كأنه فعلا هن بعلاقة مع بعض،
وفعلا هن مفترقين، هيدا اللي حسيناه. وانت عبد الله، بتعرفي من أهم عوامل نجاح أي ديو هو الكيمستري أو الكيمياء اللي بيكون بين النجمين، ولما نحكي عن رحمة ونصيف عم نحكي عن فنانين عندهم كتير نقاط التقاء وتشابه. بداية الاثنين تخرجوا من برنامج ستار أكاديمي 2009-2010، المرتبة الأولى نصيف، المرتبة الثانية رحمة، حققوا نجاح جماهيري واسع جدا آنذاك بالبرنامج. الاثنين قدروا يخطفوا قلوب المتابعين لأنهم جدا عفويين، ولما دخلوا الساحة الفنية ظلوا خلوقين ولم يتغيرا، يعني ما صار في تغيير إنه الأضواء والشهرة غيرتهم، صاروا متعالين، صاروا مغرورين، صاروا بغير تصرفات، عملوا مشاكل مع فنانين، لا، ظلوا مسالمين، ظلوا هادئين، ظلوا مختلفين حتى بطباعهم، يعني منحس انه بعدهم على الارض، بعدهم الناس طبيعيين. ففي نقاط انسانيه مشتركه، والاثنين اصدقاء كتير، يعني رغم مرور حوالي ال 14 سنه على ستار اكاديمي بقيوا رفقه، وكانوا بذات الشركه مع بعض كمان، فبالتالي طبيعي انه بالنهايه يجتمعوا بعمل، ولما يجتمعوا بعمل نحس نحن كل نقاط الالتقاء عم تترجم عبر هيدي الكيمياء، يعني عم نشوف كيمياء قوية، عم نشوف انسجام، عم نشوف مثل ما قلتي الاثنين عايشين الدور، مرتاحين بقلب موقع التصوير، كأنهم بيفهموا على بعض بالنظرات. فأنا برأيي الكيمياء ونقص الصوت كمان، الصوت لقيت والصوت الصوت انا في هيك تناغم بالصوت، بالنظرات حسيت كتير كيمستري كيمياء، بيناتهم. اكتر شيء جذبني قديه في تناغم بين حتى ملاحظة الاثنين، انه كان في ف تناغم بالاداء. كان الثنائي رائع عن جد، اختيار الثنائي. لا اللهجات، حتى اللهجة اللهجة بتلاحظي اللهجة كانت كتير حلوة. اللهجة البيضاء اللي هي اللهجة اللي مفهومة بكل الاوطان العربية، وبدي اقول اي لك بس انه فيها عراقي على سوري، فيها هي فيها خلطة بيضاء، يعني حلوة هي لنا عراقي ولنا سوري، اذا بدك هاي اللهجة شوي. البدوية البيضاء. حسيت البدوية البيضاء يعني. حسيت بس لا، بكل واحد اللكنة تطلع، لكنته لكنتها العراقية تطلع، اللكنة لازم تطلع، وحسيتها يعني هي وعم بتغني عم بعرفها انه عراقية حلوة سوري، ببين بعدين باللكنة انتبهي حتى لو شو ما كان ببين. تناغم الأداء، يعني بتحسي حتى بالأداء متفقين، رحمة أداءها متناسق مثل كأنه المي اللي عم تكرج سلاسة، بتفوت بالضبط. رحمة ايه بالأداء، ابدا بفوت نصيف اه بالغنية، المقاطع كيف بيغنوا مع بعض، في تناسق، كل شيء سلس مرتب، يعني ما بتحس إنه في ثغرة هون، في مشكلة هون، العمل عن جد شبه متكامل فعلا. والغنية ناعمة كتير وحلوة عجبتني. طيب ليما، رحمة رياض إلى حوالي 2018 تقريبا، فينا نقول 2017، إلى 7 سنين من طلقة انطلاقة صاروخية، يعني مشروع كنا عم نقول مشروع نجمة، اليوم هي نجمة، نجمة صف أول، وعم بتنافس نجمات الصف الأول اللي بيسبقوها بالسنوات بأرقامها بإحصائياتها بنجاحاتها. شو سبب برأيك هذا النجاح الهائل لرحمة، لدرجة إنه كل عمل عم تبرع فيه وعم تاخد المرتبة الأولى؟ دايما الإنسان لما بيكون أكثر حرفية ومهنة وبيهتم بوظيفته أكثر من الأمور اللي بتكون حواليه، اللي هي الضجة الإعلامية وضجة السوشيال ميديا، هيدا بياخد من طاقته وبياخد من قوته وبقلل من قيمته وبقلل من مستوى. بفتكر إنه هي بتبعد عن كل هالأمور وعندها الاهتمام الأساسي اللي هو المهنية تبعيتها. هون هي بتطور حالها دائما، طبيعتها هادية، متصالحة مع نفسها، راضية وبتطور حالها، فهيدا هو سبب النجاح الأساسي. كل ما الإنسان التفت، هيدا قال عني وهيدا حكي عني وهيدا، وقارن حاله بالآخرين، والمقارنة نفسها لما أنا بقارن نفسي بالآخرين، هون أنا عم سبب إحباط لنفسي. ما خصني بحدا، أنا بشتغل على حالي، أتطور نفسي، بصير أفضل. وين عندي شيء غلط مش مزبوط، أنا بصلحه وبطور حالي. إذا لقيت نقد معين بتحاول
تحاول تطور نفسها. فمشان هيك رحمة رح تضل عم تتطور ورح تكون أفضل وأفضل وأفضل، وحتكون من الأوائل مع الوقت. وبتستحق فعلا، وألف مبروك لرحمة، وألف مبروك لنصيف نجاح ما في ليل. وبدي أشكرك وعلى فكرة فعلا. وعلى فكرة نصيف بياخد نفس أطباعها، نفس الشيء، اهتمامات وكمان مهنية بحتة. فبرافو، بتمنى انه كل الممثلين وكل الفنانين اللي بالساحة العربية يكون اهتمامهم شغل، كيف يطوروا حالهم، كيف يطوروا الساحة الفنية. هيدا يكون اهتمامهم الأول، ويبتعدوا عن المشاكل والحكي والكلام اللي ما له فايدة، لا بيقرب ولا بيزيد ولا بيعمل شيء. الحكي الحكي حكي بالنهاية، هوا وبروح. تحية لنصيف، تحية لرحمة، تحية لإلك ليما على هيدا الحلقة الحلوة، وإلى حلقة جديدة من برنامج ألو ليما. بدي أشكر المشاهدين، ما تنسوا تتصفحوا موقعنا الإلكتروني www.colismag.com. إلى اللقاء. كوليس ما بعد المشهد.